حياكم الله مع قناة الدامة للجميع مع الجزء الثالث من دامات المقص. شوفوا معي، هذه وضعية حصلت مع البطل اللبناني الكبير حسن دعموش. طبعا اسمه هو اسم مركب، اسمه محمد حسن، اسمه الوحدة محمد حسن الدعموش. كان هو اللون الأبيض، وأنا كنت قاعد أتابع اللعب، أعطى وحدة وقص وياه. فايش سوى الخصم؟ بالفعل يعني لو أنا بداله كنت راح ألعب هاللعبة وأقص الحطبة المتقدمة. والحطب واحد، وهو على طول أبو يوسف بدون تفكير صعد بهذه. يعني أنا كنت قاعد أشوف يعني إذا صعد بهذه فيها شيء، وبالفعل الخصم صعد هالحطبة وأخذ أبو يوسف دامات المقص، أعطاه هذه. طبعا إذا أعطاه بهذه ما راح تنجح اللعبة. ثنتين، واحدة. طبعا عقب اللعب اتصلت على دعموش وسألته عن هاللعبة هذه، قال لي يحفظها لأن يقعون فيه كثيرا اللاعبين، يعني ينغشون فيها. قاعد يقول بقلبي انت مو بس غشيت الخصم، انت غشيتني وغشيت المتابعين والجماهير كلهم. لعبة جميلة من دامات المقص. الحين أعتقد صارت واضحة اللعبة، ثنتين، واحدة وجرة. آكل، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس. ياكل واحدة، يقول دامة. ايضا هاللعبة من دامات المقص نفس الفكرة ونفس المبدأ. ما يعطي ثنتين، يعطي هذه. وثنتين. الحين إذا أكل هني يقول دامة، يأكل ويرده. أما إذا
إذا أكل هني ياكل اثنتين يقول دامه. طبعا إذا أكل هني 7، أو إذا أكل هني 7 يقول كش هذه ميتة. كنت قاعد أتابع واحد تركي بالنت يلعب هذه يمين يسار يمين يسار، لما قال لكش الوضعية أخذ دامة المغص. مثلا لو يدق هني يعني كله فوز. نفس الفكرة أو نفس المبدأ بوضعيات مختلفة. شيخك ايش قول دامه. ايضا دامه من دامات المقص للاستاذ محمد شهاب قايل له كش.
أيضا من دامات المقص. أيضا مقص للأستاذ هارون الرويح. من دامات المقص أيضا. أيضا من المقصات المخفية هذه اللعبة، عنده خيارين، أما يطلع دامة على طول أو يأكل على جنب. نفرض أكل على جنب،
في الخيار الثاني لو طلع دامة على طول. أيضا من المقصات الجميلة للعم خالد العنجري ولا كش ثنتين وكش واحدة. قول دامة. من دامات المقص الجميلة هذه من المقصات اللي حدثت أثناء البطولة للبطل محمد رقيب.
هذه الدامة حصلت للأستاذ شاد غليط أثناء البطولة بالكويت سنة 2004 من المغصات الجميلة. ذاك اللي فوق او اكل عجم نفس الشيء. وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع، نلقاكم بإذن الله مع دامات المغصان أو اللعب المزدوج. مع السلامة.